مراكز عناية هي المراكز، أحد المراكز، أحد المبادرات هذه المهمة اللي أطلقتها وزارة الحج والعمرة وعملت عليها فترة، والآن ولله الحمد عندنا عدد من مراكز الخدمة التي تقدم خدمات مباشرة لضيف الرحمن من إرشادهم أو أي طلب ممكن يحتاجه ضيف الرحمن من المعتمر يجد مركز شامل موفر فيه جميع الإمكانيات التقنية، موفر فيه معلومات إمكانية التحقق من شخصية المعتمر للاستدلال على سكنه، ومجهز طبعا بالتجهيزات التقنية اللازمة، وفي نفس الوقت قريبة جدا من المناطق المركزية حول الحرم.